يرتقب أن تدبر الأغلبية الرئاسية عودة السترات الصفراء إلى الشارع، وكيف ستدبر أيضا هذا السياق الاجتماعي المتفجر الذي لا يقتصر فيه الاحتجاج فقط على إصلاح نظام التقاعد، بل يتجاوز ذلك إلى الاحتجاج على ارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة أسعار الطاقة وأيضا التضخم؟ نعم رجاء، هو صراحة في بداية هذه السنة كان هناك يعني موضوع يجسد ما وصل إليه الاقتصاد الفرنسي بسبب تكلفة الحرب الروسية الأوكرانية وبسبب الارتفاع الصاروخي في فاتورة الطاقة. فمثلا هناك عدة مخبزات في فرنسا أعلنت إفلاسها بطريقة واضحة، لأنها قالت أنها لا يمكن لها أن تسدد فاتورة الكهرباء التي يعني أصبحت 10 مرات ما كانت تدفعه في السنة الماضية. لذلك هناك عجز لبعض المقاولات، نتحدث اليوم عن المخبزات، لكن هناك أيضا بعض المعامل، بعض المقاولات التي لا يعني قالتها صراحة للحكومة أنها لن تستطيع أن تدفع فاتورة الكهرباء الغالية والمرتفعة. لذلك هذا أيضا سيزيد من غضب الفرنسيين وغضب الشارع، بالإضافة إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون وأغلبية الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون كانت في عام 2022 تواجه تحديات سياسية في البرلمان. هي حتى الساعة لم تستطع أن تمرر أي قانون أو أي مشروع قرار في البرلمان دون اللجوء إلى المادة الاستثنائية 49.3. هذه المادة تعفيها من المناقشة تحت قبة البرلمان ومن التصويت. يعني لحد الساعة لم يكن هناك أي نقاش برلماني، ما يساهم في هذا الغضب وفي هذه المعارضة الحزبية للرئيس إيمانويل.